بخير، اموركم هانيه، نتمنى تكونوا كاملين بخير. اليوم كنرجع لكم بفلوغ جديد. جيت لدبي، كاينه دابا حنا في دبي. كل ويكاند ولا هذا حسب الدوام ديال زوجي، الا كان هو فاضي صافي كنطلع لهنايا لدبي. وهاد المره قلت غادي نبارطاجي معكم لا روتين ديالي، نشارك معكم لا جورني ديالي. انا عارفه باللي لي فيديو اللي قبل بهملتكم بزاف، لا كاليتي ولا شويه ناقصه المونتاج، تهو ولا شويه ناقص. انا هادشي انا كيبان ليا، واخا نتوما تتقولوا لي نادا داكشي زوين، ولكن انا ما كنحسش به زوين، حيتاش انا ديك الخدمه اللي كنكون كنخدمها كنبغيها تكون بيرفكت، كنبغي شي حاجه اللي اي بنت غادي تفرج في الفيديو تخرج بواحد لينيرجي. الا كان فيديو يعني روتين كاي روتين، ما كاينلاش نصور يعني فيديو في يوتيوب، واش فهمتوا؟ كنبغي نصور لكم شي حاجه سبيسيال، شي حاجه زوينه غادي تفرجوا او ميم طون غادي تمتعوا، غادي تفهمتوا، غادي تبدلوا الجو. دونك داكشي علاش اليوم قلت غادي نبدا معكم هاد لا فيديو هادي. الوغ بعدا اول حاجه لقيتوني يلاه دابا باش فقت شويه، هذا بديت معاكم لا جورني من وسط النهار، فقت فطرت ودابا بقات لي حاجه وحده، خاصني ضروري نخرج نتقدى شي حاجه خفيفه، خاصه الكوزينه ماشي تقضيه كبيره، ديجا الدار فيها كلشي، مي بون ضروري خاصني نخرج نمشي ناخذ الخبز، ناخذ سنيده، البيض. داكشي علاش قلت نديكم معايا، كتكون شي حاجه ناقصه في الكوزينه تولوا بزاف ديال الحوايج ناقصينكم، الا ميكشو كتولي ثاني خصكم ثاني اكثر، كتمشيو تقداو تقضيه اللي عاديه حتى كتصدقوا مقدي تقضيه شهريه. انا كتوقع لي ديما تمشي كنقول غادي نمشي نتقدى الاساسيات حتى كنلقى شاري عمرتو كامل. اول حاجه كنبدا بها سكين كير ديالي، ديجا غسلت وجهي، ندير غير هاد التونر هذا ديال بيكسي. الناس اللي كيتبعوني شحال هادي يكونوا كانوا كيشوفوا عندي واحد صغير، وكان فيما كيتسالي لي كناخذ عندكم البيكسي هذا وعندكم الجليكوليك ديال دي اوردينري. مورا ما درت التونر لوجهي غادي ندير دابا الاس بي اف هذا ديال بيوديرما، كنديرو مي كنكون خارجه كنعرف راسي بلي غادي تقيسي نسمش بزاف، كنستعمل هادي ديال بيوديرما واعره واعره، هادي حتى هي ديال سيرافي، هادي كنديرها في الدار صافي، يعني مي كنكون غير في الدار كنفيق كندير لا روتين ديالي كنديرها هي، حيتاش فيها اس بي اف 30، مي هادي فيها 50، هذا هو الفرق بيناتهم. هادي كتيدغطي مزيان وهادي كتحسوا بها خفيفه على وجهكم. غادي ندير عليا هاد الشال هذا ديالي وغادي نهز هاد الساك هذا ويلا نمشيو. الساك هذا كيجي زوين ديال ارميس، ولبست لي اوغ ديالي هادو براتيك في الخروج، سورتو هكا كيبقاو عراض هنا، واخا هاد الصمته هادي راه ماشي غتحسوا بها مزيره على رجليكم، ورا بحال ما لابسين والو. سي فري كو هما طوال يعني عاليين، ولكن اللبسه ديالهم كونفي بزاف. البنات اللي عندهم راه يعرفوني علاش كنهضر، ماشي لابسينهم وكتحسوا بهم ماشي كونفي. يلا مشيو نتقداو. غادي ناخذ هذا العصير تيعجبني بزاف، هذا زوين ديال الليمون، عوض ما ناخذ ليمون ونبقى نعصرو لو ما ناخذ هذا في الفطور وهكا. غادي ناخذ البيض، ديجا قلت لكم كنجي باش ناخذ حاجه كنصدق واحد الحوايج هما، المهم البيض ضروري باش نشارك معكم واحد لا غوسيت فنه. حيت السكر العادي لقيت غير هذا، عمري ما جربت نقاد به بانكيك والحلوى وهذاك الشيء، ولكن دابا حتى ما لقيتش غناخذو. خديت هادي وخديت ام ان امز ومسكه، دابا غادي نزيد هاد الشيبس هادي برينغلز فوالا، هادي الحاره فانتا غير نوصل غنبارطاجي معكم كاع داكشي لي خديت. نبارطاجي معكم دابا التقدية لي تقديت. أول حاجة خديت الباريزيان، قليل فين كنلقى الباريزيان فريش، كنلقى غير واحد هنا كيقولوا ليه سمون، أنا هذا تيعجبني سيغتو بغيت ندير واحد لا غوسيت بالسبانخ والجبن. خديت جو دورونج حتى هو، خديت فانتا، خديت الزيت، أول مرة غادي نجربها، ما مولفاش كناخد أنا هادي، مولفا كناخد عافية،
بحال عندنا حنا في المغرب، ولكن هذه دابا لقيتها في كارفور وقلت نجربها. خديت أستياد العصير هذا ديال الليمون والنعناع الدقيق، حيتاش انا ما عنديش دقيق البنات هنايا، الدقيق هذا باش نبارطاجي معكم كما قلت لكم لي غوسيت اللي كنديروا داكشي، حيتاش بزاف ديال الناس كيقولوا لي بارطاجي معنا اشنو تطيبي والطريقه حيتاش كتعرفي طيبي. وخدينا هذه ديال نسكافيه، هذه كتجي مع الحليب مع كلشي، كتزيدوا عليها غير الماء صافي كتولي القهوه ديالكم واجده فهمتوا، بلا حليب بلا حتى حاجه. لا دنت في ما حتى هو باش نعمر به واحد الحاجه، ديت الحليب هو هذا دونك خديت 4 وسي هاد صوص طوماط، هادي شفتوا شحال زوينه، كنت بغيت ناخذ الكبيره ديالها مي ما لقيتهاش دونك خديت هاد الصغير هادو. وخديت هنايا الكروفيت فوالا، ها هما بجوج فوالا، الموتزاريلا ها هي، كاينين بزاف ديال الانواع تنجربهم ديال الموتزاريلا مي بون هادي ديال البريزيدون كتعجبني بزاف. خديت هنايا تشيدر هذا، جوج ديال المايس طاباسكو حتى هو، ثومه هادي النوعيه اللي كناخذ ديال الطون، ديت لا كريم على ود تاغلياتير ولا هكا على ود الباستا، طوماط سيريز حتى هما ضروري كيجيو في لي سالاد وداكشي كيبنوا كيجيو احسن من الماطيشه الاخرى. هنا فلفله قالت لي كفته دونك خديت جوج ديال هادو ديال الكفته. هنايا البنات كناخذ نوعيه ديال الكفته يا المحلي يا الباكستاني ولا الاسترالي، هادو هما اللي جربت كيجيو زوينين. كنت جربت البرازيلي مي بون البرازيلي ما عجبنيش، ما في واحد الريحه كتجي خايبه في الماكله، مي احسن نوع الا بغيتو زعما تجربوا تجربوا هاد الاسترالي هو هذا، ها هو شفتو مكتوبه هنا استرالي وهذا هنا مكتوبه الباكستاني. ميم طون قديت الغدا هكا فيت في درت غير سباكيتي، نقدها هكا بالزربه للغدا حيتاش تعطلت مع مشيت تقديت، مي كنكون غدا نتقدى ما كيبقاش ليا الوقت باش باش نطيب هكا شي غدا هكا ثقيل وهذا، دونك داكشي علاش قلت ندير غير سباكيتي. خديت هنايا البصيره وغادي نشلضها، نجي دابا البصله دي نزيد عليها الزيت شويه ديال الملحه، وعندي هنا البزار غادي نحرك كلشي فوالا. صدر ديال الدجاج كبير قطعته مع الثومه، ندير الملحه والبزار، ديت الزعتر وغادي نهرسو هكا بايديا ونديرو في الدجاج بحال هكا، ندير شويه حتى نص حامضه وغادي نعصرها ضروري مع الدجاج باش ما كيجيش الدجاج زفر فوالا. نزيد دابا الدجاج وشويه ديال الربيع، غادي نزيد لا كريم وغادي نخليها بما تقال. نديو دابا الموتزاريلا دابا من بعد ما طابت حطيتها على سباكيتي وغادي نيلونجي هادشي كامل. تولي دابا يلاه ساليت الغدا، درت لا سيست واحد شويه ياكو، والله الا بقيت جالسه كنتفرج في واحد الفيلم حتى صافي نعست. دابا فقت شوفوا المنظر، بغيت نبارطاجيه معكم باشكم تشوفوا لي على منظر. عرفتوا البنات اون فوا فقت لقيت الجو لقيت الظلام باقي ما طاش هنايا حيتاش تقريبا الخمسة ونص العشيه صافي تيطيح الظلام، دونك شوفوا معايا عطو نخرجكم باش تشوفوا المنظر شحال كيحمق. شوفوا البنات شوفوا ها هو برج خليفه. عرفتوا دابا دبي في الليل عاد كتولي دبي، انا راه كاينه في الطابق 30 يعني فريمون عاليه بزاف، شوفوا لتحت كيفاش كيبان، كيبانوا بحال صغار هما، هادو راه فيهم 6 ديال الطبقات، هادو حتى هما يعني شوفوا راه عاليين، ولكن باغ كونطخ هاد الشيء هذا كيبان فهمتوا. شوفوا 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 تخيلوا معايا واحد الحاجه، عرفتوا مي كنت صغيره مي كنت صغيره كنت كنقرا السادس ولا السابع كان شي حد كيقول لي شنو البلاصه اللي الحلم ديالك تمشي لها،
تنقول لهم دبي، شوفوا اصلا دبي نمبر 1 بالنسبه لي والله. اشو هادشي كي داير واعر. انا صراحه ما كرهتش نعيش هنايا، ولكن دابا كاينين بزاف ديال الظروف، المهم بزاف ديال الحوايج اللي ما يمكنش نستقر حاليا هنا في دبي. من دابا نبقى جالسه هنا ما نمشيش، واخا ابو ظبي واعره. البنات اللي كيقولوا ابو ظبي ما زويناش، ابو ظبي واعره بحالها بحال دبي. كاينين بزاف ديال البلايص في ابو ظبي في النيل، داكشي علاش قلت لكم الامارات كامله اون جينيرال واعره. نمشي ندير شي قهيوه باش نجلس نخربق هكا شويه في انستغرام قدام هذا المنظر الجميل. هذا اللي هنايا هو دبي مول، راه قريب ليا. شوفوا غير كننزل من هنايا فن فن، يعني كنمشي غير على رجليا، ما كنحتاجش لهذا لا طوموبيل لا والو. غادي نمشي نقاد شي قهيوه باش نقاد المورال. راكم عارفين من كتنعسوا كتفيقوا كينوض راسكم بحال شويه داركم، سيرتو الا فتو ساعه في النعاس. انا راه ما فيت الساعه وراسي ضرني. قديت القهيوه، ها هي جبتها هنايا. غنبقى كنلعب في التليفون كما قلت لكم. عرفتوا دابا عاد ما ظلم الحال، عاد مزيان الجو، يمكن غادي نخرج. جبت دابا اللبسه ديالي باش نمشي نخرج، دونك انا غادي نلبس وديك الساعه نوريكم لي ديتاي. واختاريت ندير البارفان ديال كوكو شانيل، دونك هادي ايه هادي نحطهم مع اللبسه بما نديروا الميكاب. رجلي غادي نلبس هادو ديال ارميس، مي غنلبسهم غنوريهم لكم. غادي ندوزو الميكاب، غادي نبارطاجي معكم الميكاب اللي غادي ندير. و فوالا، دونك انا ديجا كنحط الماكياج ديالي هنا في هاد لاتخوس الكبير، حيت ما تيكفانيش الصغير. الصغير كنخلي فيه لي بانسو، والكبير كنخلي فيه داكشي ديال لي باليت. وهكا اول مره غادي نصور لكم، وغادي نكون هازه هذا في ايديا. كتكتبوا لي في لي كومونتير الصوت ما زوينش. انا كنت مولفه الكاميرا اللي كانت عندي قبل، كان فريمون الصوت ديالها زوين، يعني بلا هذا كان كيسمع واعر، ولكن هادي بهذا واش انا اللي ما عرفتش نخدمه ولا هزاه وما مخدماش، خصني نخدم الكاميرا. مهم صراحه باقي ما كنفهمش فهاد الشيء بزاف باش نكون معكم الصراحه. اول حاجه اللي انا كنبغي نبدا بها الميكاب ديالي هي هادي ميكرو سيروم. عرفتوا ملي تاونا كنبارطاجيه معكم ما لقيتش البديل ديالو، بقى فيه النص. هذا برايمر قبل من الميكاب، كيدغاتي لابو او ميم طون برايمر، هو اللي كنبدا به الميكاب. ثاني حاجه عندي في الميكاب ديالي اليومي يعني العادي هي الباليت ديال ميكاب فوريفر. دونك كاينه عندي هاد الباليت هادي اللي كيجي فيها كلشي، وعندي حتى هادي. الا بغيتو تاخذوا شي باليت من ميكاب فوريفر خذوا هادو، الاخرين راه عاديين جدا. انا غادي ندير هادي حيتاش فيها كلشي. بالنسبه لي سورسيل كنخدم بهاد الباليت نورمالمون، كنت كنخدم بلو جيل ديال اناستازيا ميديوم براون. لقيت هاد لوفر هذا في السيفورا، هما هادو. والماسكارا كنستعمل هادي ديال هدى بيوتي، وهادي ديال بينيفي، ولكن اكثر وحده تتعجبني هي ديال هدى بيوتي. ودابا هادو ضروري خاص يكونوا عندكم. في سيفورا دايرين واحد لوفر باليت كيجو فيها هما بثلاثه تقريبا، بلاش هايلايتر وبرونزر بثمن ناقص. عوض ما تاخذوا كل وحده بوحدها، حيت كل وحده بوحدها كتكون غاليه شويه. هذا هايلايتر، هذا برونزر، وهذا بلاش. هادو هما لي برودوي. غادي نبدا الميكاب دابا. نتلاقاو هنايا من مورا ما درت الميكاب. بس هاد البونطالون هذا زارا، وهاد لا سانتور ديال ديور ساك، هذا الغني عن التعريف، وهاد الطوب هذا. وفي رجلي لبست هاد لي زيرميس ديالي. وانت تقولي كيفاش جاتكم الحطه هادو؟ يلا خديتهم، كانوا عندي لي بلورونج، ومن لقيت راسي كنلبسهم بزاف خديت هادو. ما عرفتش واش غنمشي للمول ولا غادي نمشي ندور في شي بلاصه هكا، حيت بغيت ندير شوبينغ. عمركم ما تسمعوا من عندي ما خاصنيش، حتى جدي ما خاصني. المهم غادي نفكروا بعدا فين غادي نخرجوا ونمشيو. نتوما خليكم معايا البلاصه اللي مشيت لها غنجيكم معايا، حيت كما قلت لكم الا دخلت المول خاصني ناخذ. كيجيني الا كنت غنمشي للمول خاصني باش نشري، غنمشي للمول باش نشوف، ولكن الا شفت عجبني خاصني نشري. دا خاصني نكون غادا عولا باش نشري، ماشي غادا باش نشوف. خاص هادي يكون هامر. انا وصلت دابا، كنبغي نهضر معاكم وتنخافكم تكونوا ما كتسمعونيش. كناخذ هذا باش تسمعوني. انا باقا تندور غير هنايا تحت برج خليفه.
هذا عصير. شفت هذا قلت له جربه مي المذاق ديالو ماشي زوين بزاف عادي واخا كبير الجميع شربه. جيت دابا النافوره اللي كتكون هنايا كيكون فيها موسيقى واحد المنظر زوين يمكن غادي تبدا دابا النافوره. يلا هم شو نشوفوا ما غاديش نشري غير غنشوفوا. لقيت اغلبيه هادشي كامل دايرين لي سولد باقي ما دخلوا حتى حاجه جديده. شوفوا عجبتني هادي شوفوا هاد لونسومبل هذا انا راه جادور الحويجه ديال بينك وشوفوا هذا شوفوا هذا شحال زوين شوفوا هما لي ساك شتو شوفوا هاد الساك هذا شحال فنيون شوفوا هادو ديال الحضور انا هذا اللي كنت بغيت ناخذ شوف بنات هذا منين وانا كنقلب عليه كيجي فريمون صغير ها هو الكبير بحال اللي عندي وبغيت هذا الصغور هذا عرفتي شحال كيجي زوين في اللبسه كيجي فن انا غادي نشوف الا لقيت فيه لي كولور ناخذ شي لون حتى شنوار ديجا عندي شوفوا هاد لا روب شوفوا شحال زوينه نقول لكم لي بري فين هو لي بري 1375 اماراتي يعني بحال 3500 درهم بحال هكاك صراحه غاليه بزاف ياكو هادو زوينين انا هادو غادي ناخذهم لكن تنكون مسافره ان شاء الله وديك الساعه نجي ناخذهم باش نختار شي كولور زوينه وهنا كاينه انا فوالا داك الساك اللي قلت لكم بغيت لقيتو غير في النوار ما كاينش في شي كولور اخرى كنتلاقاو دابا في الدار بس هاد البيجامه هادي ديالي شحال مريحه راه ديجا كنت بارطاجيتهم معكم هادو اللي كيكونوا بحال هكا بحال ديال لي بيبي كناخذهم انا من ماكس وحتى في سنتر بوينت هادو عندهم لي بيجامه كيجيو بحال هكا زوينين وفي نفس الوقت حتى لي بري ديالهم زوينين بحال هادي كنت خديتها بشي 80 درهم اماراتي ولا بحال هكا فريمون رخيص بزاف. المهم دابا قبل ما غادي ندير سكين كير وقبل غادي نمشي نوجد العشاء معكم واحد لا غوسيت عرفتوا شحال كتجي جديده. المهم هي ممكن تحطوها كمقبله ممكن تحطوها هكا بوحدها سينو انا غادي نديرها في العشاء بوحدها عشاء خفيف حيتاش انا الصراحه ما ولفتش نتعشى عشاء ثقيل مره كنديرش حاجه ثقيله بحال الا درت دجاج محمر الا درت هكا المهم شي حاجه كتكون ثقيله كتكون اكيد مغربيه اما الباقي كتكون باستا ولا بحال هكا المهم فهمتوا. المهم هذا المكان غادي نبارطاجي معكم لا غوسيت ومن موراها غندير معكم كان سكين كير ولا شي حاجه اللي غتكون تعجبكم حيت بزاف منكم كتكتبوا لي في لي كومونتير يا شاركي معنا سكين كير ولا لي برودوي اللي كتستعملين لي زوينين ولا لي بارفان لي زوينين لي بيجاما منين شنو تاني لي كيسيون اللي كتبقاو تسولوني بزاف لي بيجاما منين السؤال اللي كيتطرح عليا بزاف هي شنو كديري شعرك. في الفيديو القديم كنت بارطاجيت معكم واحد الشقوق اللي قلت لكم البنات اللي في الامارات ممكن ياخذوه يعني دوك الشقوق اللي لي فيغيزون كتكون غير الناس اللي في الخليج ماشي حتى الامارات. انا ديجا كنستعمل الشقوق كناخذهم من المغرب مي الحاجه اللي كنت لقيت فيها مشكل هي ما كنتش جبتهم معايا ولكن صيفطوهم ليا انا في الاول ما كانش كيسحب لي الصراحه باللي ممكن لا فيغيزون تكون من المغرب للامارات واش فهمتوا ولكن صيفطوهم ليا. هاد الشقوق هادو كنت كنستعملهم مي كان عندهم واحد الباكاجين قديم ودابا الباكاجين اللي عندي باقي قديم وخرج باكاجين جديد وكومونديتو باش يوصلني ثاني للامارات فريمون واعي الناس اللي في المغرب هادو هما الشقوق اللي ممكن يعني ننصحكم بهم. الناس اللي هنايا في الخليج اللي كنت بارطاجيت معكم في الفيديو القديم راه بحال تقريبا راه نفس يعني لي زانكريديون لا ليفغيزون كتكون غير في الخليج اما هادو ليفغيزون كتكون في المغرب. تقريبا هادو هما الاسئله اللي كيطرحوا عليا بزاف وهذا مكان ندوزو دابا للكوزينه. خديت جوج بصيلات صغار شلطتهم اهم حاجه في هاد لا غوسيت واللي هي زعما الاساس هو الروز. خذوا شي نوعيه زوينه ديال الروز ما تاخذوش النوعيه اللي كتكون قصيره ديال الشلاضه ولا ما كيصدقش زوين. خذوا هاد النوعيه هادي على ما اظن سميتها بسماتي بقيت كنقلب على انني نلقاهم نفس الحجم ولكن شوفوا
هادي كي دايره وهادي كي دايره وهادي كي دايره، وحده ما كتشبه الاخرى. والكفته ممكن انكم ديروا الدجاج كما ممكن انكم ديروا مثلا كروفيت ولا هكا، المهم عندكم لو شوا في هادشي. هذا انا كنفضل بالكفته. غادي ندير دابا الخرقوم، شويه ديال التحميره، وزدت شويه سكينجبير. غادي نزيد الربيع، نص كنوره ديال البقري، كتعطي واحد البنه زوينه. حتى لما درتوهاش اوكي، غير هي مي كديروها كتجي زوينه مع الرز. شويه ديال الزعتر، حطيت الرز، زدت عليه الماء سخون. لما الماء اللي كبينا ينشف غادي نقادو واحد لاصوص طوماط، غادي نديرها كامله. هادي البنات فيها 135 غرام. ندير الزيت البلديه باش نخفوها، واحد ريس ديال الثومه، النقيطه ديال الصوجه كتجي مع الرز زوينه. نزيد دابا صوص طوماط هنا وغادي نخلط كلشي. لاصوص اللي بارطاجيت معكم قبيله زدت عليها شويه الزعتر والماء، زدت عليها الربيع، الكمون ضروري مع الكفته ضروري، الملحه البزار قلت لكم ربيع، والثومه محكوكه. زيت البلديه واحد شويه، غادي نزيد عليها الكفته. غادي نطيبوا البنات الكفته نص طيبه، ما جيش نطيبوها حتى تولي نيت زعما طايبه النيت، حيت باقي هادشي غادي يتعاود يطيب بوحدو. زيد دابا الكفته بفلفله باش نقطعوها، ما تقطعوش الشابو رقيق بزاف. الزريعه هذه اللي كامله هنايا غادي تحيدوها، هدي تكيري غادي نديرو هنايا تقريبا غير شويه هكا في التحت ديالها بحال تدهنوا بها. اون فوا كتزيدوا عليها الكفته صافي غادي تسدوا عليها وعمروهم مزيان، حتى ملي غادي تحطوهم يطيبوا الرز غادي يكمل طيابو وسط الفلفله. نعمل دابا هادي هاد لاصوص طوماط اللي وريتكم قبيله، من بعد ما صافي طابت وتقالت غادي نهزو الفلفله وغادي نحطوها هنا، غادي نغطي عليها. غادي ناخذ دابا برينغلز وغادي نديرها هنايا التشميعه هادي، غادي نحطها هنا. وجداع طابت جات زوينه، ديرلكم واحد اللعيبه هادي ديال جاماطاشا كليتها بها، حيتاش كانت الفلفله غادي تطيح واحد الريحه يا سلام. ديت الخبز تا هو حطيته هنا وصافي كبيت المناضه. ديرو الدامه ديال البقري ضروري، حتى لاصوص طوماط اللي قديت حتى هي حطوها. دابا غادي ناكل، خلوني ناكل حيت شقيت. انا اكثر وحده كنشوف لي ستوري ديالي، اكثر وحده كنشوف راسي. غادي ناخذ دوش ياكو، تخيلوا معايا دابا غادي ناخذ دوش. حيت صافي ما يمكنش، وغدا عندي بزاف ما يدير، ثاني غدا عندي واحد النهار مزاحم مزاحم مزاحم. المهم غادي ندير واحد لاغوتين وغادي نمشي ناخذ دوش بالزربه ثاني وبهذا الشعير هذا كما قلت لكم باش ناخذ شي دوش. الجو فيه الرطوبه دابا تزيد لي شعري، ركزوا معايا سمعوا، هذا اللي باقي ما خداتوش تقوليش على شعرك بلي راكي كتعاجيه. ملي كنت في المغرب كنت كنستعملو، قلتها لكم قبيله، ومي جيت لهنا ما جبتوش معايا حتى كانت سالا، ودويت مع البنت وصيفطاتو ليا حتى الامارات. استعمال الاول راسكم غادي يحككم، غادي تحسوا بحال فيكم القمل كيسخن في الوضع الراس، الزربه الشعر كينوض شقوق كيديروا النتيجه. هذا البنات الناس اللي كاينين في المغرب، دوزو الطلبيه راه غادي يوصل لكم على 3 ايام ولا على يومين. كتاخذوا الشقوق وكتاخذوا السيروم في الصباح وفي الليل، فين في لي بوينت ماشي في لي غاستين. عطوهم البنات مهله ديال 2 موا، رجعوا عندي كامل الكومونتيرات. المره الاولى ديك الحكه اللي قلت لكم غادي تجيكم في راسكم
بتكون ترجعوا في الكومنتات تقولوا شوفوا البنات الخلفه كثير النتيجه ديالهم اللي كنت كنستعملوا في المغرب يعني ماشي بسرعه غتحصلوا على هذه النتيجه هذه ولكن شوفوا شوفوا الخلفه شحال طويله هادشي كامل شهر كينوض جديد الحاجه بغيت ناكد لكم على الشقوق ما كيخليش الرطوبه في الشعر وما كيخليش لمعان الشقوق اشنو كيدير كينوض الشعر هذه هي النتيجه اللي كيعطيكم الشقوق ما تقطعوش لا التكستور ديالو نتوما شفتوا غادي نخلي لكم البنات في صندوق الوصف منين طلبوا حيت انا ملي كنبغي ناخذو ديما السطوط ما كنلقاش كيخرج بواحد الدرجه ما يمكنش داكشي علاش قلت لكم ملي كتقول كتعتني بشعرها ما عندهاش هذا ما تعتنيش بشعرها نجي نبدا من هنا ابليكيو بحال هكا مساج باش تدخلوه لفروه الراس اوكي هنايا المورا ما درتها لي بالتشقيقه وصافي